شكرا معلقنا الكبير كابتن احمد مناع. انتهت المباراه بفارق 71 نقطه، فوز النادي الاهلي 122-51. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. اروح لضيوفي كابتن سلعاوي. يمكن كما توقعت سيستمر كابتن طارق خيري في اللعب بس بدون ضغط، يعني هو ما لجاش للضغط طول الملعب، ولكن الدفاعات جيده وما بصش للسكور ولا بصش للوحه، كان هو من انواع التدريب للفريق. طبعا احنا نقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الزمالك. نادي الزمالك ادى جيم برضه في حدود امكانياته المتاحه. المباراه انتهت في الشوط الاول والثاني زي ما كنا قلنا بين الفترتين. تحسن يعني اداء الزمالك وجاء حاله من استرخاء من لاعب الاهلي شويه او تريح، والمدرب بدا يريح اللعيبه عشان الماتش القادم مع البنك الاهلي بقى يوم الثلاث ان شاء الله على نفس الملعب برضه الساعه 7. وبدايه طيبه جدا للبنت الاجنبيه كيلي، وظهور اكتر من لاعيبه على مستوى عالي من وخاصه اللاعبات اللي كانت راجعه زي ندى نافع ورانيو، اللاعبات اللي كانت راجعه من الاصابات وكده، زائد ان كان في اكتر من نجم. سوريا النهارده نجمه، نادين السلعاوي نجمه، حبيبه لاعيبه كويسه، رضوى، كل اللاعب رنيم، لا رنيم اضافه جامده، اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي وكده. فمباراه تسيدها النادي الاهلي من بدايتها لغايه الاخر، واعتقد ان النادي الاهلي استطاع ان يفرض اسلوب لعبه وطريقته ودفاعه وهجومه على فريق نادي الزمالك. خلينا اوضح النتيجه 122-52 وليست 51، اي 70 نقطه فارق استطاع النادي الاهلي ان يحسم اللقاء النهارده. دكتوره داليا، هو طبعا واضح ان كابتن طارق برضو كان عايز يحافظ على الفارق. لا ده هو مش عايز، ده هو وسعه يمكن كمان زي ما توقعنا. هو ما ضغطش من اول الملعب عشان الاجهاد، بس هو كان ضاغط، يعني هو كان ضاغط هاف كورت، ضاغط ولكن مش بيعمل ترابات كتير جدا. اداء الزمالك اتحسن من الناحيه الهجوميه، يعني بداوا يتعاملوا مع بعض اكتر، بيشوفوا بعض احسن، في تميز واضح ليارا اسامه في فريق نادي الزمالك. نعم. بنت فارقه معاهم جامد، سواء من الناحيه الدفاعيه او الهجوميه، بس ستيل الزمالك كان في الدفاع مش كويس يعني خالص، برده كان سايب الشوتينج وكلهم تحت الباسكت، يعني ما كنتش فاهمه هم يعني يمكن يعني مدير فني جديد ما مرنش الفرقه بالتمرين واحد، اكيد طبعا هيبقى في والبنات ممكن فنية. تكون بتجهد في الفاست بريكات الكتير اللي بتحصل، الاهلي بيعملها، ف بتجهد، ما عندهمش تغييرات كتيره، فما كانوش قادرين يسدوا، يعني كانوا مركزين في الجانب الهجومي اكتر من الدفاعي. شايفه ان يارا اسامه افضل لاعبات نادي الزمالك من ناحيه النادي الاهلي، شايفه مين كمان كان افضل لاعبات؟ الحقيقه الزمالك يعني هي يمكن يارا اللي لفتت، وهي لعبت منتخب كمان يارا اسامه، لفتت النظر قوي. جرأتها، دخولها كتير على الباسكت، كانت بتعمل موفمنتس كويسه جدا في لعيبات كبار، زي يعني كترانيم هي المان بتاعها، وما كانتش يعني بتدخل فيها وبتدخل وتجيب، هي مميزه الحقيقه. طب من ناحيه النادي الاهلي حضرتك شايفه مين كان النهارده من افضل اللاعبات؟ والله هم كلهم يعني في الشوط الثالث والرابع انا شايفه في تعاون قوي جدا، الفرقه بتلعب بهارموني عاليه جدا، شايفين بعض كويس، كلهم كانوا احسن من بعض وبيلعبوا باريحيه، يعني هم زي ما كابتن سلعاوي قال يعني هديوا، بيلعبوا بهدوء، والبيفوتات طلعوا وكانوا بيشوتوا 3 بوينت من بره، والدنيا كانت هاديه خالص يعني. فواضح ان هم يعني هم كلهم كانوا نجوم، يعني يمكن كابتن سلعاوي قلت كلمه حلوه جدا يا كابتن في بين الشوطين، انه كابتن عمرو عاشور انه استطاع يصعد بهذا الفريق للثمانيه في وقت هليوبلس، فريق جاي جدا، ويعني رابع الدوري السنه اللي فاتت، رابع الدوري السنه اللي فاتت، ما نجحش انه يتاهل. بس خلي بالك يا كابتن، السابع الثامن السابع هيلاعب التاسع، هيلاعب التاسع، السابع هيلاعب العاشر والثامن هيلاعب التاسع، والثامن هيلاعب التاسع. ايوه بالظبط. فهو هنا لسه في فرصة يعني في فرصة ان هيروبلي يسيب تاني، لذلك الحرب على المراكز تحت في منافسة، ما بقاش ترتيبه بس ترتيب، ان انا ليا امل تاني ان انا اطلع في الادوار الاقصائية. فشايف انه في الوضع ده اكيد يعني اللي هيبقى الموضوع ملتهب في الثمانية اللي فوق عشان يهربوا، كل الفرق عايزة تهرب من الترتيب الاخير والقبل الاخير طبعا. ونفس الكلام تحت كله بيصارع عشان يبقى في المركزين الاوائل، لانه من حقه يبقى يعني ياخد فرصة تانية، ياخد فرصه ثانيه، زائد ان برضه ممكن المراكز تديك تصفيات، تروح دوره عربيه، تروح يعني ممكن مراكز. طب كابتن سلعاوي استاذنك اروح لارض الملعب ونعمل لقاء مع نادين السلعاوي احد
نجوم المباراة اليوم والفريق. اتفضل يا مريم. طبعا عقب انتهاء مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجولة الثالثة من دوري السوبر لسيدات سلة الاهلي بسكور طبعا كبير، يمكن 70 بوينت فرق، 122-52. شفنا مباراة كبيرة جدا طبعا على المستوى الفني والمستوى البدني. طبعا يسعدنا يكون معانا دلوقتي واحدة من نجمات المباراة، كابتن نادين سلعاوي، بنرحب بيكي على شاشة قناة النادي الاهلي. في البداية يعني يمكن اكيد ماتش للنسيان بالنسبة لنادي الزمالك، سكور كبير جدا، لو هتكلمين النهاردة على المباراة ممكن تعلق عليها تقولي ايه؟ الحمد لله طبعا على الفوز النهارده، ده ماتش اهلي زمالك يعني ديربي كره السله، احنا كنا مستنيين الماتش ده، يعني عايزين نثبت للناس كلها النادي الاهلي فين بغض النظر عن اي حاجه. يمكن من اهم الحاجات اللي احنا كنا يعني مركزين فيها النهارده اللعب الجماعي، وان احنا نلعب بمنظر مظهر حلو ونقدر ننفذ يعني كلام كابتن طارق خيري، والحمد لله يعني ربنا وفقنا قدرنا نعمل كده يعني ونحقق فوز تاريخي زي ما قلتي، مباراه للنسيان في عند نادي الزمالك. يعني نادين لو هنتكلم النهارده يمكن على الرغم من ان كان في سكور كبير جدا برضو واصل لاكثر من 70 بوينت، ولكن شفنا كابتن طارق برضو ليه تعليمات صارمه، كان يمكن متعصب ما بين الكوارترز، لو هنتكلم يعني ليه كان غضبه من ايه على الرغم من الفارق الكبير ده في البوينت؟ عشان احنا بنلعب النادي الاهلي زي ما بقول لك دي حاجات اساسيه احنا حطيناها من بدايه السيزون، فاحنا يعني ماشيين على الخطايا دي، فلازم لو في اي غلط حصل يعني نقدر نصلحه بين شوطين عشان ننزل ونقدر نكون بمنظر احسن. زي ما انت شفتي طبعا يعني لعبنا 12 لعيب والسكور متوزع على الناس كلها، وكان اهم حاجه يعني ان احنا يعني نظهر بمظهر كويس الحمد لله النهارده وربنا وفقنا في كده. اخيرا يمكن ما كانش فيه النهارده تحضيرات استثنائيه قبل المباراه، كان كابتن طارق بيتعامل معاها زيها زي اي ماتش تاني. لو هنتكلم على التحضيرات اللي جاي، البنك الاهلي، الجزيره، يمكن سبورتنج هو الاهم في المسيره دي او في اللي جاي في الدور اللي جاي، عايزين نتكلم شويه عن الاستعدادات. احنا بناخد الصراحه كل ماتش بالمباراه يعني اللي عندنا، فاحنا يعني بنعتبره الكوتش كان قايل لنا ان يعني كان اي ماتش بالنسبه لنا مباراه كاس احنا نازلين عشان نكسب، احنا عايزين نسيب ان شاء الله موسم بلا هزيمه، وده يعني اللي في دماغنا، ده المايند سيت بتاعتنا. عندنا مباراه البنك الاهلي، فرقه طبعا تحترم كويسه جدا، فرقه بتجري، فرقه سريعه، المباراه هتبقى في ارضنا ان شاء الله ربنا يعني يقدرنا. بعدين عندنا ماتش قوي جدا مع الجزيره في مركز شباب الجزيره يوم السبت، ده يعني تبقى مباراه قويه. بعدين عندنا سموحه، بعدين سبورتنج ان شاء الله. توفيق يا كابتن، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا شكرا، وعايزه اسلم على بابا برضو في الاستوديو لازم اهم حاجه. ماشي شكرا، باي باي. طبعا ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحده من نجمات مباراه النهارده، كابتن نادين سلعاوي، زي ما احنا شفنا اتكلمت ان هو اكيد بالنسبه لهم كان مهم جدا السكور ده يحصل علشان يوروا او يعني يشهدوا الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين بقيه الفرق الاخرى، اكيد ما بين اي حد. يعني طبعا يا كابتن هيثم مستمرين معاك في لقاءاتنا النهارده، ومعانا يعني عدد كبير من النجمات طبعا لسه مستمرين في اللقاءات اكيد، ومعانا دلوقتي طبعا يعني واحده ايضا من نجمات المباراه، كابتن سراي محمد. طبعا بنرحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما انا كنت بقول من شويه، يمكن مباراه للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك، سكور كبير جدا شفناه، شفنا اكيد تالق كبير جدا على المستوى الفني والبدني، لو هنتكلم النهارده عن المباراه شايفاها ازاي؟ اولا انا عايزه اقول لفرقتي طبعا الف مبروك على الاداء اللي هم عملوه النهارده، بصراحه كنا كلنا رجاله، ومن الاول دقيقه خالص كنا قايلين ان احنا عايزين ننزل نكسب وفرق سكور، وده فعلا اللي حصل. الشوط لحد الشوط الثاني احنا كنا كسبانين فرق سكور، بس ما بصراحه يعني احنا ما اكتفيناش بس بالسكور ده، لا احنا نزلنا الثالث والرابع كنا عايزين ان احنا نفرق سكور اكبر، وده فعلا اللي حصل. كان عندنا تارجت قبل الماتش نزلنا نفذناه، خلاص ماتش الزمالك عدى وانتهى، طبعا ماتش جماهيري، ماتش للجمهور طبعا ده اول واخر حاجه، بس خلاص ماتش الزمالك ماتش وعدى، نركز بقى في الماتشات اللي جايه. كابتن سرايا، يمكن كنتوا عارفين ان انتوا داخلين مباراه يمكن نادي الزمالك مش هو الافضل فيها مستوى فني، اكيد كنا عارفين ده. لو هنتكلم عن الاهداف اللي طلعتوا بيها من المباراه النهارده، سواء روتيشن، ثقل بعض اللاعبات اللي ممكن ما يكونوا مش بيشاركوا في بعض المباريات الكريتيكال بالنسبه لكابتن طارق، لو هنتكلم النهارده عن اهم الاهداف اللي خرجتوا بيها من المباراه. طبعا الاهداف اللي احنا خرجنا فيها بيها في الماتش زي ما انت قلتي، الروتيشن، الفرقه كلها لعبت، الفرقه كلها لعبت تايم، اللعيبه اللي بتنزل تايم كبير النهارده خدت تايم اقل، ده فعلا ده الحاجات اللي احنا طلعنا بيها النهارده. الخمسه اللي كانوا في الملعب ما كانش فرقه مين بره مين جوه، كل فرقه لعبت، كل ال 12 لعيب ادوا، بصراحه ما كانش فرقه خالص مين جوه مين بره، احنا ال 12 قدمنا اداء كويس جدا جدا، ده كمان ادى للكوتش ثقه في الناس اللي مش بتشارك وقت اكتر ان هم في الماتشات اللي جايه لا يبقى ليهم دور. دي الاهداف اللي احنا طلعنا بيها.
مباراه النهارده كابتن سرايا صعبت المهم عليكم خلال الماتشات اللي جايه، سواء البنك الاهلي، الجزيره، كمان سبورتنج صعبت عليكم، فرق السكور ده هيصعب عليكم المهمه اللي جايه؟ هو يمكن صعب للفرق الثانيه، انها شايفه النادي الاهلي بينزل كل ماتش مش بيكتفي بس ان هو يكسب بوينت ولا 10، لا بيفرق سكور عن كل الفرق. ده يمكن ده حافز لينا، مش حاجه صعبت علينا على قد ما هي حفزتنا اكتر ان احنا كل ماتشات ننزلها نازلين حاطين تارجت المكسب وسكور. كابتن سرايا نورتينا وشرفتينا، الف مبروك مره ثانيه والف مبروك على فرق السكور الكبير. الله يبارك فيكي، ميرسي، شكرا. طبعا ده كابتن هيثم، يعني لسه يمكن مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده من ارض الملعب بعد الفوز التاريخي. يعني يمكن لو شفنا كمان الكومنتس على السوشيال ميديا، يمكن كل الناس عندها يعني تعليقات كتيره جدا على مباراه النهارده. فكره السكور الكبير 70 بوينت ما بين الاهلي والزمالك، شايفين ان هو سكور كبير جدا الحقيقه. وطبعا دلوقتي بيسعدنا ان ينضم لنا يعني الكوتش بقى يمكن نجم مباراه النهارده، كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. يعني كابتن طارق منورنا ومشرفنا على شاشه قناه نادي الاهلي. مباراه للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك، شفنا النهارده تعليمات كبيره جدا من حضرتك ما بين الكوارترز، شفنا ممكن الجمهور كان بيتفرج النهارده بيقول هو ليه كابتن طارق متعصب، في فرق اكتر يمكن 75 بوينت ما بينه وبين المنافس. لو عايزين نعرف النهارده تعليقك على الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مبروك ليكم ومنورينا دايما، بنفرح ان انتم تبقوا معانا تصوروا لنا الماتشات، ودي اول مره تقريبا يحصل تصوير في الصاله الصغيره بالشكل ده. لا مش متعصب، انا عايز اعود فرقتي، انا خسران كسبان، سكور قريب، انا عندي شغل انا بشتغله، ما ينفعش ما اعملوش، ممكن اعمله والفرقه الثانيه تهاجم عليا كويس تعرف تخرج منه، انما العيب مش من اللعيب انه يكسل يعمل عليا، بس ان انا فوكس، لانه بالنسبه لي يعتبر طالما السكور فتح بقى شبه تمرينه بتجربي الناس كلها، وانا بلعب بال 12 في فروق في المستويات ما بين سين ونقصاد، فلازم اللي بياخد تايم قليل في الماتشات يثبت ان هو يقدر ياخد، فدايما حطاه تحت ان هو مركز جوه الجيم. انما اهلي زمالك في الاخر ماتش، لو الجمهور مبسوط احنا بنبقى سعداء، لان احنا كلنا شغالين عشان خاطر نسعد الجمهور. الحمد لله رب العالمين، الولاد ادوا بشكل جيد، الستارت كان كويس قوي النهارده في الجيم، فالحمد لله الواحد راضي عن الاداء والروح والجماعيه وحاجات كده. كابتن طارق، الكومنتس حضرتك، يعني انا عارفه طبعا ما قدرتش اتابع، بس انا لسه كنت بقول قبل ما تنضم لينا كانوا بيقولوا ده مش ماتش سله، دي 10 طاوله، يعني كانوا بيتكلموا عن فكره الاداء. لو هتتكلم عن ردود فعل الجماهير عن مباراه النهارده، فرق كبير قوي ما بين منافس مش اي منافس، اهلي وزمالك دايما بيبقى ليها حسابات تانية. لو هنتكلم النهارده عن فكره الكومنتس وردود فعل الجمهور كمان على مباراه النهارده، احنا ما شفناش، بس الواحد بيزعل لو الموضوع قلب بسخريه، انما هو افرح، فرقتك واقفه على رجليها بتلاعب منافس مهما كان هو مش في الصوره بنسبه كبيره، لان الزمالك اول مره يدخل الثمانيه، ان انت تفرح بالموضوع ده حقك. احنا بقول لك زي ما بقول لك، احنا دايما بنصدر للولاد، وانا كشغلي انا نمره واحد، احنا بنشتغل لينا احنا نعمل اسم، بس الاساس انك تسعد الجمهور اللي بيتفرج، لانه انا لما باجي اتفرج على ماتش الولاد والجيم بيبقى مازم، انا ببقى متعصب، ببقى متضايق، فانا واحد من الجمهور فبتضايق، فنفس الاحساس ده انا مش عايزه هو يحسه. على قد ما بنقدر دايما بنقولها في ميتنج في تمرين، العب عشانك وشغلنا وعشان الناس اللي بتتفرج عليك بالملايين دي تبقى سعداء، فانا بس اسعيد ان هم مبسوطين مش اكتر. يعني تنطر الاهداف اللي كانت موجوده النهارده في المباراه، انا عارفه ان حضرتك يعني ما كانش فيه استعدادات استثنائيه بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن اكيد كنت داخل باهداف المباراه لان عارف ان اكيد ان في مستوى كبير جدا على المستوى الفني. لو هنتكلم على الاهداف النهارده، سواء روتيشن، ثقه اللاعبات اللي يمكن مش بيشاركوا في مباريات كريتيكال، لو هنتكلم النهارده عن الاهداف اللي كابتن طارق حققها في مباراه النهارده. لا مكسب كتير النهارده، عندي نوها افضل ندى بتشارك بنسبه قليله اكتر، حبيبه بيكو ورضوى النهارده خدوا تايم طويل، ثريا موفقه المحترفه النهارده اكسلنت، ده تاني جيم ليها احسن من الجيم اللي قبله، فدخلت يعني دول نقول اكتر حاجه من المكاسب نقول المحترفه ان هي مش انانيه، يعني هي دخلت بسرعه جوه الفرقه، بتلعب 1 1 كويس وبتلعب مع اللعيبه، يعني عامل النهارده مور اسيست، يعني اسيست كتير قوي للفرقه شايفاهم، دي حاجه ايجابيه. انما مجمل لا، جيم حلو، جيم ناس كتير خدت تايم كويس وادوا بصوره طيبه. استعدادات بقى، يعني اخيرا استعدادات للي جاي، عندنا البنك الاهلي، الجزيره، ولكن يمكن سبورتنج اهم مباراه في الدور اللي جاي. لو هنتكلم عن استعدادات كابتن طارق للايام اللي جايه او الماتشات اللي جايه، احنا هنتكلم على اللي جاي، يعني ناخد كل ماتش كده بماتشه. سبورتنج لسه اخر جيم، كل الفرق فرقه محترمه،
انا عندي بكره راحه والتلات ماتش مع البنك الاهلي، يعني مش الاربع اتبدر بقى بدري يوم، فاحنا هنيجي على الجيم على طول نفس الاستعداد. انا عندي معودهم كده، بقول لك حتى ماتش سبورتنج فاينل مرتبط، الموضوع ما كانش فيه اكسبشن. انا عندي رولز، همسك مفاتيح اللعب عامله ازاي، المان تو مان او الديفنس او الاوفنس، احنا بنلعب على حسب الجيم، على مين اللي ماشي، فما فيش استعدادات اوفر قوي عن الموضوع. نتمنى بس ربنا يبعد عننا الاصابات مش اكتر. يعني كابتن طارق نوتون شرفتنا، الف مبروك مره تانية، ودايما متالق كده مع سيدات سله الاهلي. ان شاء الله، مبروك ليكم. شكرا. ولسه يا كابتن هيثم مستمرين معاك في لقاءاتنا، طبعا واحده ايضا من نجمات المباراه النهارده كابتن رنيم الجداوي، طبعا بتشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن رنيم بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. طبعا سكور كبير، يمكن هنفضل نعيد ونزيد انه ماتش للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك. لو هنتكلم النهارده عن الاداء وشايف المباراه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. احنا من بقالنا كام يوم بنستعد للماتش ده، الماتش الديربي طبعا، بس فالكابتن طبعا قال لنا على الخطط وازاي نلعب على الفريق اللي قصادنا نادي الزمالك، والحمد لله نفذنا كل حاجه والسكور طلع الحمد لله كبير. كابتن نيم، اهم الانستراكشنز او التعليمات اللي كان بيديها لكم كوتش طارق ما بين الكوارترز، على الرغم من انه يعني يمكن كان في الكوارتر الرابع تحديدا والثالث كان فرق اكتر من 75 بوينت، ولكن برضو كان ليه تعليمات وكان يمكن كان صارم شويه في بعضها. لو هنتكلم كان ايه اهم التعليمات اللي اداها لكم؟ اهمها ان احنا نعمل ديفنس، ان احنا نساعد بعض كلنا في الديفنس، اللي هو لو حد مثلا مانو قطع تاني يساعده كده، واللي هو احنا نكمل نلعب لعبنا لغايه اخر ثانيه، علشان احنا عايزين السنه دي كل الماتشات نطلع بشكل كويس ونكسب الفرق ان شاء الله كلها، ده التارجت بتاعنا باذن الله. اللي جاي يمكن البنك الاهلي، يمكن بعده الجزيره، بعده سبورتنج، يعني يمكن كلكم بتتكلموا على ان انتوا بتاخدوا الماتش بماتش، ولكن يمكن النهارده صعب المهمه شويه بالسكور ده، اكيد هتبقوا عايزين ان انتوا يبقى الاداء باين خلال الماتشات اللي جايه. لو هنتكلم عن استعدادات البنك الاهلي، احنا بكره ان شاء الله عندنا اجازه، وبعدين من اول بقى بعد بكره هننزل نفس اللي حصل ماتش جديد، اكنه يعني بدايه جديده خالص، هننزل نموت نفسنا ونعمل كل اللي كابتن طارق بيقول عليه ونلعب مع بعض ونلعب جامد، علشان يبقى شكلنا كويس ان احنا نكسب كل الفرق، ان كل الفرق تبقى نازله عارفه احنا هي بتلعب مين، تبقى محترمانا يعني ان احنا نازلين يلعبوا النادي الاهلي. كابتن رنيم، شايفة أخيرا إن النهاردة كان فرصة كبيرة جدا حصل فيها روتيشن لبعض اللاعبات، شايفة إنه كان في فرص كتيرة جدا النهاردة في أرض الملعب، طبعا ده نظرا للاختلاف ما بين المستوى ما بين النادي الأهلي والزمالك؟ النهارده الحمد لله كابتن ادى فرصه لكل اللعيبه وادى ثقه، فاللعيبه الحمد لله ادت، كل لعيب ادى بشكل ممتاز النهارده الحمد لله، فاتمنى ان احنا الماتشات اللي جايه برضو نلعب بنفس المستوى وكله ياخد فرص وكله يتالق ان شاء الله، عشان السيزون ده باذن الله يبقى بدون خساره. كابتن رنيم نورتينا وشرفتينا، الف مبروك مره ثانيه على مباراه النهارده. الله يبارك فيك، شكرا. كابتن هيثم، يعني يمكن زي ما تابعت معانا، يعني عدد كبير من نجمات المباراه كانوا معانا النهارده، وطبعا نجم المباراه يعني الاوحد يمكن كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي، زي ما احنا شفنا اكيد اتكلموا عن ان هم بالنسبه لهم على الرغم من النهارده تحقيق سكور كبير 122-52 ما بينهم وبين المنافس نادي الزمالك، يمكن اقرب منافس ليهم، ولكن هم شايفين انه هيفصلوا خلاص عن الماتش ده، وبالنسبه لهم الماتشات اللي جايه هيكون التركيز عليها، على الرغم يمكن من ان يعني الفرق اللي جايه يعني يمكن اقل فنيا بالنسبه لنادي الزمالك او النوادي الماضيه، ولكن هم شايفين ان التركيز كل ماتش لماتشه، وطبعا اكيد يعني هم عايزين يعملوا اداء كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. طبعا يمكن دي كانت كل الاجواء وكل اللقاءات معانا النهارده كابتن هيثم من ارض الملعب، عقب طبعا يعني الفوز التاريخي على نادي الزمالك بنتيجه 122-52، سكور الحقيقه للتاريخ، وزي وهفضل اعيد انه اكيد ماتش للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، الكلمه ليك مره اخرى. زميلتي العزيزه من ارض الملعب مريم سميح، بشكرك شكرا جزيلا، لقاءات مهمه الحقيقه، شفنا بعض الامور مهمه. ثريا صاحبه الثلاث ثلاثيات النهارده في مباراه النهارده، يعني بتتالق كالعاده في الرميات الثلاثيه، شفنا كمان نادين وهي بتسلم على كابتن سلعاوي في الاستوديو، شفنا امور كثيره مهمه. طب اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمره لفوز النادي الاهلي النهارده بفارق 70 نقطه 122-52 على نادي الزمالك في الجوله الثالثه في دوري السوبر لكره السله، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. مبروك النهارده الفوز النادي الاهلي، اكيد خطوه الى الامام هارد لك نادي الزمالك، ولكن يمكن اللقاءات اللي شفناها قبل الفاصل مع اللاعبات وكابتن طارق خيري واضح جدا الجديه، انه اللعيبه واخدها بجد، وان احترام الخصم ده من اهم سمات الفريق اللي عايز يبقى بطل او ما يخسرش اي بطوله. وخليني برضه انوه على حضراتكم حاجه طبعا تخص بكره ان شاء الله، مباراه كره السله رجال الاهلي وسموحه تبقى في تمام الساعه 6 ان شاء الله، ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هننقلها على الهواء مباشره لحضراتكم، والاستوديو التحليلي ان شاء الله سينطلق في تمام الساعه 5، وان شاء الله يكون فيها يعني مباراه جيده. سموحه في حاله فنيه جيده، النادي الاهلي ايضا في حاله فنيه جيده، محتاجين الفوز بشكل جيد ان شاء الله. انتظروا بكره المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي. ارجع لضيوف في الاستوديو، كابتن سلعاوي يمكن شفنا اللقاءات، شفنا اكيد كان في تارجت او في هدف من كابتن طارق خيري، ومريم سميح طبعا سالته عن كده، انه كان في بعض الجديه عنده والعصبيه ساعات في التايم اوت. الاجابه كانت واضحه منه او من اللاعبات، ان احنا بنلعب وبنلعب بجديه من اول ثانيه لاخر ثانيه، يعني بدون النظر احنا بنلعب مين. هو دلوقتي طبعا الكويس واللذيذ في اللقاءات اللي حصلت ان البنات كلها متفقه على كلام واحد او شيء واحد، كان عهد بينهم او اتفاق بينهم ان هم نازلين يادوا جيم كويس بحيث ان هم يستفيدوا فيه للي جاي. صحيح. وما يعني فكان في احترام للخصم، وكان في تنفيذ لتعليمات المدرب، وكان في تنفيذ للخطط والحاجات المطلوبه من اللعيبه بالنسبه للجهاز الفني اللي طالبها. كابتن طارق اعتقد من اول السنه والامور ماشيه بجديه، مش ماتش النهارده عشان الزمالك، لا الامور صحيح. من اول مباراه في دوري المرتبط او وبعدين بطوله القاهره والنهارده في السوبر. فالكلام اللي عجبني ان هو كلام واحد متفق عليه، مفيش لعيبه من اللي استضافها الكلام ما سمعوش بعض، قال كلام مختلف عن التاني، لكن هو كل الكلام كلام اتفاق، احنا اتفقنا بينا. فدي بتدي حافز غير حافز المدرب. المدرب بيتكلم ويدي تعليماته وهم بينزلوا ينفذوا تعليماته، لكن فيما بين التفاهم والتلاحم اللي بين اللاعبين ظاهره طيبه جدا في فرقه النادي الاهلي البنات السنه دي. نعم. وخليني برضه يا دكتور اجي لحضرتك في نقطه، يعني يمكن كابتن طارق خيري النهارده قال من مكاسبه انه شارك لاعبات كانت بتاخد وقت قليل قبل ذلك. لو كان كابتن طارق خيري يعني اصل الناس تقول لك يمكن النادي الاهلي كسب 70 بونت، طب ليه؟ ما يعني لا، هو كابتن طارق خيري لو كان عايز يكسب اكتر من كده كان ممكن يكسب اكتر من كده، ولكن هو عنده اهداف ثانيه، هو مش باصص للوحه ولا باصص للسكور، هو بص انه يطلع بمكاسب. هو قال انا عندي النهارده مكاسب، مش المكسب بس، عندي عدد من اللاعبات اللي ما كانوش بياخدوا وقت قبل كده. شايفه المينتاليتي، شايفه الفكر ده، الفكر اللي كابتن طارق خيري او المسؤول عن الفريق مش هدفه انه يعمل ريكورد في ماتش كبير مثلا اهلي وزمالك، لم يكن هذا ريكورد يعني خلاص. هو بيتهيألي انا في التاريخ ما افتكرش فرق 70 نقطة حصلت غير في ماتش الكبار في الرجال، وان انا شرفت لعبت هذه المباراة. لا الرجال حصل فرق تقريبا 100 نقطة، 144 44، انا كنت بلعب هذه المباراة. دي كانت في وقت للأسف في يعني مش عايز افتكر الحادثة اللي كانت في هذا اليوم، ولكن كانت حصلت في الرجال، ولكن يمكن ده اكبر سكور حصل في السيدات. فكابتن طارق خيري ما سعاش ولا سكور عليه، ولكن سعى انه يقدر ياخد مكاسب من المباراه. شايفه ده ازاي؟ هو اهدافه كانت واضحه، احنا كنا متخيلين ان هو كان عايز يفضل محافظ على فرق السكور. لا، هو بيلعب بخطط واضحه، هو عايز يطبق حاجات معينه، عايز يشارك الناس اللي ما كانتش بتشارك قبل كده بتايم كبير، عايز يالف ما بين روح الفريق وبعض. اللعب الجماعي كان واضح بشكل كبير جدا النهارده. السكور فرض نفسه بسبب خططه الدفاعيه. بالزبط. هو بيلعب مش متعمده يعني، لا هو مش متعمده، هو فارض، هو بيلعب، هو عايز يجرب البريس فول كورت، عايز يجرب يطلع السكور زي ما بيطلع، فبيطلع. بالزبط. بقى مش الهدف للسكور، فانا بلعب عشان والفكره كلها ان هو لعب بالناس كلها. بالزبط. الناس كلها بتنزل تطبق اللي هو بيقوله. نعم. فهو من الواضح ان هو كان بيعتبر زي ما كابتن سلعاوي قال في اول اللقاء خالص، ان ماتش الزمالك هو اعداد او من تدريبه او من خطه الاعداد بتاعته، ان هو يشتغل عليه كانه تمرينه من التمرينات، كانه بيعمل تقسيمه، انزلوا اعملوا كذا، انت اعمل كذا، الترابات بتبقى بالشكل الفلاني، اضغط بالشكل الفلاني، بيجرب وهو مركز جدا في اللي هو بيعمله. صحيح. بغض النظر بقى ايه اللي بيحصل مع الزمالك واللي بيحصل للسكور واللي بيحصل للسكور. انا عايز يعني اوضح دي ليه، لانه
ممكن حد لا دي واضحه ان هو لاعب ال 12 لعيب، هو لاعب الفرقه كلها. هو لو كان ركز على خمسه، هو لو كان مركز ده كان لا السكور عالي اكتر من 70 بونت بكتير. بالظبط انا قصدي اقول لحضرتك ان كابتن طارق خيري او الجهاز الفني ما نزلش عشان ده هدفه الاساسي، مش الهدف الاساسي هو فني. السكور طلع بقى 20 30 40 50 ده مش بتاعته. واعتقد ان برضه حته السكور دي برضه لان كل لعيب هو بينزل هو عايز يقدم ما احسن ما عنده بالزبط. عشان يفضل يستمر في الفرقه ويستمر في الملعب ويبقى لدى المدرب اقناع بيه. نعم واعتقد يعني ان فيها حته نفسيه برضه حفاظ على يعني اسم النادي، هم مركزين قوي ان اللي ينزل يلعب باسم انا هلعب باسم النادي بغض النظر انا بلعب كويس انا بادي اداء كويس جدا ومكملين في اللي هم فيه علشان يبقى هم عارفين هم بيلعبوا مين. لان لما فرق السكور بيزيد مع كل الماتشات اللي بيعملوها من اول الماتشات ما بدات لغايه دلوقتي بيديلهم نفسيا في عيون اللعيبه اللي ضدهم احساس معين او هاله معينه. بس انا النهارده نروح للحكام، يعني الحكام برضو ما حطوش في اختبار حقيقي النهارده، ما تحطوش في اختبار حقيقي النهارده بتهيألي، ولا ايه رايك يا كابتن؟ لا انا ما كنتش حاسه يعني يعني نسبه التحكيم الماتش كان ماشي بسرعه ما بيقفش كتير ما بيقفش خالص ما بيقفش كتير. طب بس عندي كومنت هنا، ليه حكمين بس النهارده؟ هل كان مثلا محتاجين نعرف تفسير؟ هو في العادي بيبقوا ثلاث حكام يا كابتن سلام النهارده، هل حكمين دي حاجه ولا هو انت مصرح يا اثنين يا ثلاثه؟ ما انا برضو موضوع حكمين ده موضوع يعني شويه انا مش قادر استوعبه، هل كان المقصود بيه عادي ممكن يبقى في ماتشات تبقى فيها حكمين، ولا النهارده كان في ظروف لحكم ما جاء؟ يعني ممكن يكون في ظروف يعني في مباريات كتيره النهارده تتلعب بحكمين؟ لا في مباريات كتيره في الدوري النهارده مباراه ممكن ممكن وارد ولكن يعني الحكام بقى وقدرة قدرة بظروفها ممكن يكون في قله عدد بس هل قانونا يا كابتن قانونا اقدر ادير؟ ما هو طالما اتعمل يبقى قانونا ينفع. ما هو طالما اتعمل ان المباراه تبقى ممكن يكون ثلاثه بحد ادنى اقصى اثنين بالظبط يعني ما يعني بيتهيألي يجوز. يعني انا شفت برضو مباريات وحتى في الناشئين وغيره وغيره بتبقى المباريات بحكمين بس. كابتن هيثم احنا برضه عايزين ندي طارق خيري حقه يعني ونقول ان هو عامل حاله في الفرقه حاله جيده جدا جدا من ساعة ما استلم الفرقة دي من قبل دوري من قبل آخر السوبر السنة اللي فاتت. نعم. الفرقة ملمومة كويس. الفرقة بتخاف على بعض كويس. بيخافوا على اسم النادي كويس قوي. بيلعبوا بجدية جدا. كل واحدة عايزة تثبت أنا أحسن من تانية وده تنافس شريف بين اللاعبات. إن أنا كل واحدة عايزة تثبت إن هي تستحق أو جديرة إنها تبقى في النادي الاهلي وتلبس فانيله النادي الاهلي. وخليني اقول برضو يا كابتن انه يعني مهم كابتن طارق خيري كانت صعبه في انه عنده 15 نجمه. وال 15 يعتبروا محترفين. يعني مش بس طبعا كيلي اللي محترفه لا ده انت عندك اكتر يعني 15 فانت ازاي تدير هذه الكوكبه من النجوم؟ طبعا في وقت ما يبقاش انت طبعا حضرتك عارف وانا عارف لما يبقى في اكتر من هداف في الفريق بيبقى في طبعا وضع ما نقولش غيره بس بيبقى في وضع ان انا تنافسي. طبعا ازاي اطلع بقى من الوضع التنافسي ده لوضع تكاملي؟ طبعا ان الفرقه تكون بتكمل بعض. هم زائد بخلاف ان معاه جهاز فني محترم، معاه كريم ومعاه عليا. كابتن عليا طبعا. يعني حاجه بصراحه حاجه جهاز فني مشرف. لا حاجه جميله صراحة. معاهم جهاز طبي ياسمين الكلاني والدكتوره مي حاجه يعني انا عايز افتكر حاجه الكابتن كريم بس لو تقدر يعني رشاد معانا تجيبها لنا. فاكر يا كابتن ماتش الاتحاد والاهلي رجال لما حصلت الحادثه راح شال الناس بنفسه كابتن كريم كان بيتفرج على الماتش هو ماتش رجال شغال هو كان سادات قبل منهم نزل كابتن كريم جايه صوره ليه كابتن كريم اللي مدرب العام للنادي الاهلي سيدات وهو شايل احد المصابين وبيجري بيه على سياره الاسعاف او بيجري بيه عشان يتلقى الاسعافات هو نسي بقى انه مدرب ونسي طبعا نسي لان بصراحه اللي حصل في مباراه الاهلي والاتحاد كانت ملحمه بين الجمهورين. نعم. لاول مره اشوف جمهور نادي الاتحاد بيستنجد بجمهور الاهلي وجمهور الاهلي بيستنجد بجمهور الاتحاد كانت ملحمه عظيمه. ده انا عايز اقول لك ان انا شفت على صفحات جماهير نادي الاهلي العظيمه يعني نداء اللي مش قادر يبات ومش لاقي مكان ينور يجي يبات عندي. ما انا بقول يعني شفت نداءات من جمهور نادي الاهلي انه يفتح فاتح يعني بيوت. طلعت ان الرياضه دي برضو مهما يكن هي مجمعه مجمعه الشعب يعني بصراحه. كانت منظر ربنا احنا بندعو للشفاء يا رب الاسلام ان شاء الله. كنت عايز اتعلق على حاجه على الموضوع ده ان هو الجماهير لما فتحت يعني جماهير النادي الاهلي نادت اولا سرقت على المستشفى وبعد كده جماهير النادي الاهلي نداء لجماهير الاتحاد السكندري ان هم كانوا المفروض يرجعوا اتاخروا لانه كانوا جنب يعني زمايلهم واصحابهم المصابين فقالوا لهم بيوتنا موجوده تنورونا وتشرفونا زي ما انتم عايزين واعتبروا ان بيوتنا هي بيوتكم.
فطبعا ده كان حاجه جيده جدا وكانت لمسه حلوه جدا وقبلت بالشكر الحقيقه من جماهير الاتحاد السكندري. واحنا كنا محتاجينها، يعني احنا في تنافس على طول على طول على طول، بيبقى في تنافس ما بين الانديه الكبيره وبعض، ووصلت السنه اللي فاتت ان هم بقوا بيتنمروا على بعض بشكل مرعب يعني، والصفحات داخل بيخش بيعلقوا تعليقات كانت بايخه شويه، انما ظهر المعدن هنا لكن فلما حصل الموقف ده لا لقينا ان كل واحد بيرد الاصل، وفي الاخر الجدعنه والعلاقه الطيبه طبعا، والعلاقه الطيبه وقت الجد بقى لا كابتن خطيب والحاج محمد مصلحي بالظبط، يعني برضو من المناظر اللي حضرتك برضو بتقول عليها، كان اول ناس وصلت للمدرج نعم الحاج محمد مصلحي والوزير العامري فاروق طبعا، وممشوش يعني انا معالي الوزير فضل متواجد في المستشفى لغايه الفجر تقريبا، والدكتور محمد شوقي نعم. يعني الرياضه بتقرب بين الانديه، مش زي ما احنا فاهمين تنافس بقى في الملعب بس، ولان معظم اللعيبه دي اصحاب واخوات وبمنتخبات مع بعض وبيخرجوا مع بعض والدنيا كويسه جدا. فالرياضه لازم ترجع لعهدها القديم، لازم ترجع انها صداقه. طب اسال سؤال تاني يعني برضو عايز اشارك حضراتكم، هل الحادثه اللي حصلت في ماتش السوبر يعني تخلي المسؤولين يلاقوا ان الجماهير تحضر تاني؟ يعني احنا برضه اعتقد الحادثه دي يا كابتن هيثم مش شغب، يعني دي مش شغب جماهيري، اكسيدنت يعني، دي حادثه بتحصل في اي حته ممكن في العالم يعني، لكن ده مش شغب. يعني انت قصدك افهم من كلامك يا كابتن سلام لا نكمل في حضور الجماهير، ولو في حاجه كانت محتاجه تتعمل الجمهور رياضه مالوش ذنب يعني، هو ما عملش حاجه تسبب في حادثه من غير جمهور ايا كان سببها يدرس ويتعمل، بس انا قصدي رياضه من غير جمهور. وبعدين انت عملت نظام تذكرتي، نظام محترم شيك، حاجه مشرفه كده، نكمل بقى نكمل كفايه يعني، كفايه السنتين ثلاثه اللي فاتوا ملاعب بدون جمهور، ملاعب تبقى ملهاش طعم خالص. يعني احنا لما كنا بنلعب صاله اسكندريه ولا صاله 10 حتى ماتش السوبر قبل الحادثه كان الصاله شكلها حلو، جمهور النادي شكلها حلو، الجمهور المرتبط برده كان شكلها حلو والدنيا، واعتقد الناس التزمت صحيح، يعني الناس التزمت لقدر كبير جدا صحيح، فانك تتمنع تاني هنرجع لورا كتير قوي صحيح. خلينا نرجع نتكلم في الكلام ده بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطياتنا المستمرة لفوز الأهلي النهاردة على نادي الزمالك 152 بالظبط السكور 122-52 من على اللوحة اللي كانت في الملعب، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والحقيقة النهاردة محتاجين برضو نحط الضوء على بعض الأمور أو الملاحظات من مباراة اليوم، وهو التأمين في الصالة. يعني الدنيا كانت يعني المباراة جرت في أجواء يعني فيها ما فيهاش اي نوع من انواع الشحن او انواع الـ 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 الضغط العصبي، او وكان ما كانش فيه جماهير لان ما فيش اماكن للجماهير، اللي كانوا قاعدين في الصاله كان مسؤولين النادي الاهلي كانوا حاضرين اللقاء. في نفس الوقت حضور وانصراف الفرقتين كان في في في, في سهوله ويسر يعني بشكل ميسر جدا، من دخول من بره النادي مرورا بالدخول الى النادي وصولا الى الصاله، كل الامور دي كانت مترتبه بشكل جيد. شفنا كبار المسؤولين في النادي الاهلي حضروا المباراه زي معالي الوزير العام الفني ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وشفنا كابتن خالد ابو زينه، شفنا مستر اجوستي بوش موجود بيحضر المباراه، شفنا يعني كبار مسؤولين ومدربين النادي الاهلي طبعا كانوا بيحضروا اللقاء. فدي من الحاجات اللي بنحب برضو نوضح انه النادي الاهلي او سواء في الصاله الكبيره صاله الامير عبد الله الفيصل او صاله الشهداء الصاله الصغيره، الدنيا بتبقى مترتبه. يمكن اخد راي ضيوفي، يعني تابعت طبعا اكيد كابتن سرعاوي وشفت اكيد ما كانش في اي نوع من انواع الضغوط النفسيه ولا اي حاجه، مباراه في جو يعني جو هادي جدا، هادي جدا مباراة بصرف النظر عن اهلي وزمالك المباراه. بس هو يعني انا برضه عايز اقول ان اي فرقه بتعامل نفس المعامله نعم في النادي الاهلي، يعني مش عشان مباراة الاهلي مش عشان مباراة الاهلي والزمالك الموضوع في اي مباراة ما افتكرش ان حصل يعني حاجة، ما فيش اي حاجة تعكر صفه دخول اللعيبة او خروج اللعيبة او اثناء الجيم وكده. بصرف النظر النهارده اللي حاضر اعداد صغيرة مجلس ادارة ومدير النشاط الرياضي، لكن ما فيش اي مشكلة بتحصل بالنسبة في النادي، لان في الامن في كنترول عليه، في
التزام طبعا. التزام طبعا التزام باللي قرره اتحاد السله، اكيد النادي الاهلي طبعا التزم بيه والفرقه بتيجي بباصها وفي مكان مخصوص ليها وبتدخل في خلع الملابس وبتخش الصاله ومفيش اي مشاكل في اي حاجه بالنسبه للنظام اللي معمول داخل النادي. شايفه يا كابتن داليا يعني النهارده المباراه كانت في جو يعني انا شايفه ان الروح كانت كويسه كمان ما بين اللعيبه وبعض، سلموا على بعض في بدايه الماتش وفي نهايه الماتش وكل واحد نازل بيحاول يستفيد من وجوده في منافسه الاخر يعني. نعم باسكت بول كباسكت يعني فالدنيا كانت هاديه والولاد كان يعني اللعيبات كانوا نفسيتهم كويسه جدا مع بعض والتنظيم كان جيد ما كانش في حاجه. طب هل يا كابتن شايفه انه برضه سيستمر الحال هذا الموسم برضه اهلي وسبورتنج في المنافسات ولا ممكن نلاقي فرقه تفرض سيطرتها؟ يعني بتهيألي الدنيا بانت بعد دوري المرتبط وبدأنا اهو 3 جولات من دوري السوبر، شايف المنافسه برضه هتبقى اهلي سبورتنج ولا قد انا شايف الجزيره ماشيه كويس كسبه ماتشين، هل ممكن نلاقي فرقه تحقق مفاجاه وتوصل للادوار الكبيره ولا شايف الدنيا برضه ماشيه اهلي سبورتنج؟ لا الحقيقه انا شايفه الاهلي وسبورتنج في حته ثانيه يعني، وان كان في فرق كويسه زي ما حضرتك قلت الجزيره كويسين. نعم. يعني في بعض الفرق سموحه كويسين. نعم. يعني في بعض الفرق بتنافس او بتصارع على المنافسه، بس انا بشوف ان لعيبه الاهلي وسبورتنج خبراتهم ونفسيتهم فارقين يعني بشوفهم في منطقه ثانيه خالص. انا شايفه كده وجهه نظري يعني. كابتن سلاوي شايف نفس الكلام ولا ممكن فرقه يعني تلاقي حصان اسود النهارده في دوري السوبر ولا شايف الدنيا هتمشي اهلي سبورتنج لحد النهايه؟ صعب جدا، لكن انا اعتقد وايد كلام الدكتوره ان هو هيبقى المنافسه بين اهلي وسبورتنج لنظرا للاسباب، الاسباب هي تتعلق بان الاثنين عندهم بنش او بدلاء كويسين. نعم. بخلاف ان فرقه الجزيره حصان اسود وثالث الدوري وفرقه كويسه، لكن نفس طويل اهم حاجه. البطوله مش مباراه او اثنين او ثلاثه، البطوله مجموعه مباريات تقدر تسيدها تكسب البطولة. فأعتقد أن الأهلي وسبورتنج هم اللي بيتمتعوا بلعيبة كويسة وبدلاء كويسة، وأن سبورتنج عنده هدف أنه راجع بطل أفريقيا والأهلي عنده هدف أنه يكون بطل أفريقيا. نعم. أنه يطلع بقى. فدي هتبقى سبب من الأسباب يعني. بس كده يا كابتن سلعاوي بكلام حضراتكم يعني انه احنا كده كالنادي الاهلي هنفضل اول ماتش ممكن نقابله جامد هيبقى الفاينل سبورتنج. لا الفاينل ما سيبك من الماتشات دي برضه دي ارتيبيه اول زي ما هو سبورتنج اول واخر ماتش سبورتنج. ما لا انا قصدي اقول في ترتيب الترتيب انت اول او تاني العمليه مش فارقه ليه؟ لان انت كل هدفك ما تاخدش تالت عشان ما تصطدمش بالاول او التاني في قبل النهائي. فانت هتاخد اول او تاني خلاص تمام. وقبل النهائي برضه مش هيبقى بالقوه الكبيره هيبقى هو الفاينل. اذا احنا عندنا 3 ماتشات مع سبورتنج بيست اوف 3 في فاينل المرتبط بيست اوف 5 اناس وهنروح على الكاس الماتش الكاس برضه مباراه. يعني انت عندك 4 مباريات مع سبورتنج بيهم بطولتين يعني هذا كده اللي متبقي من هذا الموسم. شايف كده كابتن؟ شايف. ان انا قلت في بدايه الحلقه النهارده او في بدايه التحليل انا قلت يجب ان يتجه النادي الاهلي الى الخارج. وانت كابتن هيثم قلت الخارج يقصد بيه البطوله افريقيا والعربيه. نعم. قريبين يعني الدنيا قريبه بالنسبه لنا يعني هو خلاص الفرقه النادي الاهلي حطها على الطريق الصحيح. بس خلي بالك دعم. انت ما كنتش تقدر تشارك في افريقيا السنه دي عشان انت مش البطل صح؟ لا انا بقول مستقبلا. انا خلاص احنا دلوقتي احنا دلوقتي لا احنا لسه السوبر. هدف هدف لسه لسه السوبر. يعني ده الهدف. لكن انت ليه انت السنه اللي فاتت كنت بطل؟ السنه اللي فاتت انا قصدي السنه دي لسه ما بقتش بطل. انا قصدي السنه دي وخلي بالك يا كابتن في نقطه مهمه جدا احتمال كبير جدا وسامعين ده ويمكن دكتوره داليا ممكن طب انا هقول لك خبر. اديني بقى الاهلي هينظم الدوره العربيه الافريقيه سيدات. ده كده يعني في اتجاه لكده ان شاء الله في اتجاه قوي. طب حلو ان احنا هننظم بطوله. طب انا بقى عايز دكتوره داليا برضو ممكن يكون عندها كواليس الباسكت بول افريكان ليج الام بي اي هم عملوا خلاص فريق الرجال وده احنا جايين في الاديشن الرابع النسخه الرابعه تقريبا خلاص بيفكروا يعملوا كده في السيدات. بس عندك معلومه؟ لا ما عنديش معلومه. انا عندي معلومه عندي معلومه عندي معلومه افريكان ليج هيتوجه للسيدات وهيعمل برضو مجموعه النيل ومجموعه الصحراء
ويصفي ويعمل في ويتحمل تكاليف الاجانب والسفر واللبس وكل يتحمل كل حاجه زي الاولاد. يعني هما طبعا اللي ممكن يكون عنده السؤال ده طبعا المهندس عبد الطالب طبعا مدير مكتب الـ NBA هنا، ولكن هو الموضوع انا سامعه من الكواليس ان لا ممكن، بس ممكن ما الحقوش. وانا سامع ان احنا من برضه ان احنا ننظم بطوله الدار العربيه والدار الافريقيه. حلو جدا جدا. وعلى فكره برضه انا عايز اقول حاجه، احنا كنا نظمناها قبل كده. لا ما نظمناهاش يا كابتن، نظمنا افريقيا اولاد بس. السيدات كانت اتنظمت في مصر بس احنا ما كناش منظمينها، اللي كانت في الاستاد خدنا تالت. فاكرها يا دكتوره؟ اللي كانت كان المدرب علي هاشم. علي هاشم بس ما كناش احنا منظمينها. لا كانت الاتحاد كانت انديه افريقيا بس اللي كان منظمها الاتحاد المصري. الاتحاد المصري ما كناش احنا. لكن احنا نظمنا بطولتين ولاد. طيب طب هسال سؤال برضو يا كابتن سلعاوي والدكتوره، هبتدي بحضرتك. شايفه ان النادي الاهلي لما يقول انا هنظم بطوله او هستضيف بطوله من البطولات او هنظمها يبقى مالي ايده من الفرقه؟ طب حلو، دي حاجه. طب الحاجه الثانيه ده بالنسبه للنادي الاهلي. طب بالنسبه للفرقه الاخرى الانديه الثانيه بتبقى شايفه دي فرصه وانه عندها هتلاقي تنظيم كويس وهتلاقي يعني بشكل جيد ان البطوله تنجح. يعني انا قصدي اقول ايه، ان هو في بطوله افريقيا للكره الطائره لما استضافها النادي الاهلي عدد الفرق كان يعني قياسي، مش عارف وصلنا 16 17 فرق، الناس كلها حبت تشارك لان النادي الاهلي هيجيد تنظيم البطوله. شايفه لما النادي الاهلي بيعلن عن ده، خاصه ان في برضه ابطال الكؤوس هننظمها وكاس السوبر هننظمها في كره اليد، شايفه النادي الاهلي لما بيعلن عن ده بيبقى تشجيع لكل الفرق اللي في القاره؟ ده اكيد، ده اكيد. انت لما بندخل على بطوله منظمها نادي من الانديه اللي ليه سابق نجاحات في تنظيمه في البطولات السابقه، نعم. طبعا بتشجع الفرق كلها. ده هنلاعب الاهلي و طب ما كده البطوله هتبقى قويه. هو ده اللي انا بقوله، بس هي ان انت بتبقى سلاح ذو حدين. انا بنظمها بس بيبقى فرق، انا عايز اوصل للحته دي، الفرق في افريقيا بتقول لك لا ده النادي الاهلي هنظم، طب انا جاي. فبتلاقي انا جاي وبيعد نفسه اعداد جاي جدا استعدادا لمقابلته في بلده. الله ينور عليك. طبعا. فكده النادي الاهلي لما وسط جمهوره وملعبه، ولكن الناحيه الثانيه بيلاقي تيار شديد جدا من الفرق جايه. طبعا. بس اعتقد ان احنا برضو يعني ان شاء الله يعني لو البنات فضلت على المستوى الرائع ده وكمان ممكن تدعم بمحترف اتصور تاني. وخاصه ان احنا يعني احنا كنا لسه قايلين الكلام ده، سبورتنج كسب بالزبط. البطوله وما كسبهاش، كان في معاه فرق قويه وكان في معاه نعم. اعدادات البلاد الثانيه كلها كانت عامله يعني وكان ما كانش فيه كان سالف من اتحاد وسالف من سموح. لا واخد مش سالف بقى، مستعير. مستعير يعني. كان في اعارات كان في اعارات. هو يقدر يدعم فرقته بشكل جيد ويكمل الحاجات اللي ناقصاه ويدخل ويكسب ان شاء الله. يعني برضه انا عايز راي كابتن سلعاوي، ان برضه يمكن الدكتور قالت لك داليا ان النادي الاهلي بيبقى مالي ايده وبيبقى عارف واثق فرقته تمام، وبيقول لك الفرقه بتشجع او شايف بشاير على الاقل يعني وبيشوف شايف بشاير، وكمان في نفس الوقت ما بقاش قلقان من الفرقه اللي جايه مستعده لان بيبقى فرقتنا كويسه. يعني حضرتك شايف كده، لانه خلي بالك تنظيم النادي الاهلي بيرفع الفاليو بتاع البطوله، فبيخلي فرقه قويه تيجي تشارك، فبيعمل تيار ضدك اقوى، فبتلاقي هي انت مش انت هي معادله واحد زائد واحد زي ما انت بتقول. انت عندك محترفه وممكن تجيب محترفه وعندك 12 محترفه صحيح. عندك يعني انت عندك بتتكلم ان انت بص لها ان انت الموضوع مش يعني بالاجانب يعني يعني واخد بالك ازاي. وبعدين طب لو محترفه تانية نفسهم، طب لو محترفه كابتن تانية كابتن سلعاوي حضرتك بقى كراجل كبير بقى واستاذنا وهداف لوس انجلوس يا كابتن، ويعني اجيب بوزيشن واحد. انت لحقت السؤال انت بص لقط على طول السؤال. تجيب بوزيشن واحد يبقى عندك كيلي مثلا، وما شاء الله هي النهارده حطت ورقه اعتماد بصراحه. عندك كيلي ورنيم وجن الالفي وندى نافع ونهى شتا، واخد بالك ازاي؟ وتريا وكل الفرقه بقى. انت بتتكلم تمام اوكي تمام. وعندك ما شاء الله 7-8 قطرات مش اي حد يلعب فيهم، فانت عايز تجيب واحد. انت لازم بوزيشن مع كيلي. انت كده انت شايف ان في افريقيا ما فيش فرقه تقف اجنبي يفضل اللي في ايده الكوره. اللي بياخد الكوره كتير نجيبه اجنبي. كابتن سلعاوي بيتكلم معايا بقى ساعتها سورايا بقى تروح تلعب في البوزيشن بتاعها، هترجع بقى كل واحد يرجع تلعب في البوزيشن بتاعها لان هي مخنوقه شويه. فطبعا لما تجيب واحد صرف خلاص. طب سؤال تاني بقى الدكتوره، تجيب واحد هداف ولا واحد خلينا نقول واحد ولتر هودج ولا واحد ماديسون تومسون
انا تومسون انا تومسون يعني واحد ولتر ولا واحد تومسون؟ لا هو لازم نختار ما بينهم. ما ينفعش نوازن يعني. هو ده السؤال. لا انا شايفه انت تومسون. انا شايفه اللي بيمشي اللعب لان هم كلهم نجوم وكلهم هدافين يعني. هو كله بيخلص على الباسكت صح وكله بيتحرك صح. انت تجيب حد يحرك بقى يعني. حد يحرك وظباط ما ينفعش. احنا مش ناقصين هدافين يعني. هم كلهم فرقه كويسه قوي. فانت عايز واحد يران السيستم. طبعا. بس خلي بالك بقى اللي بيران السيستم ده منه كتير قوي يعني. مش هتلاقي ازمه عشان تجيبه. المشكله انت تجيب صانع العاب هداف. هي دي بتبقى ارقامهم عاليه. فانت ممكن يعني تجيب حد اللي بيمشي ده. لا كتير منه في السوق. وبعدين كابتن هيثم انت عندك صانع اللعب بيتحط بيبقى فيه رينج في السكور بتاعه. قطر بيبقى فيه رينج. بيفوت بيبقى فيه رينج. كل في كل مركز. متوسط. انت عايز يجيب بس ده بس. عايز متوسط يبقى الرينج بتاعه يعني. ويمشي للفرقه. بس ما شاء الله انا عاجبني يا كباتن ان انتوا كمان عندكم ثقه في الفرقه كبيره بامانه. يعني بامانه دي عجباني ان انتوا يعني انتوا فعلا. خلي بالك يا كابتن انت كنت احد يعني رموز الجيل الذهبي بقى بجد. يعني كنت احد رموز اللي يعني بنخلينا نروح يعني نتفرج على كره السله. يعني يمكن الجيل بتاعكم زي ما قال كابتن سلعاوي الجيل ده. ما احنا طبعا في النص اجيال جميله جدا وكل حاجه. بس احنا بنتكلم على اجيال ذهبيه بتبقى ليها طفره. بطولات يعني. بطولات. انا هو سر بقى الجيلنا ده. هو ده اللي انا شايفاه دلوقتي مع البنات. وحاسه ان هم يقدروا يعملوا ده. فكره ان انت تقبل ان في ناس نجوم جنبك عادي. يعني فكره القبول بان انا جنبي رحاب الغنام وجنبي رانيا ويعني جنبي نجوم وانا من ضمن الناس عادي بقبلها نفسيا وبشجعهم وبفرح لهم وببسط ان هم بيظهروا وانا مبسوطه ان انا ظاهره جنبهم. لكن ما عنديش احساس بالظبط ده انعكاس البطوله واحنا مغمضين. لكن ما عنديش كان بيبقى احساس. وده اللي انا حاساه في الجيل الوقت الحالي واللي قلنا ان كابتن طارق دخل عمله في الفرقه. ما فيش الاحساس اعتقد كابتن ممدوح شكري وكابتن طارق طه الغنام بالظبط. ما فيش يعني الفيلينج بتاع انا وبس. انا اللي فظيعه. انا الهدافه وبخش تارجت ده. لا 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 ما تارجتوش. انا بشكركم يا كباتن كبير. بشكركم شكرا جزيلا بامانه. يعني الوقت عدى سريعا. برضو وجود الدكتوره النهارده زادت الحلقه طبعا. طبعا نورتنا يا كريم. كابتن سلعاوي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم. دكتور داليا نورتيني وشرفتيني كالعاده. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كانت تغطيتنا النهارده للفوز الكبير لنادي الاهلي 70 او 72 122 52 فرق 70 نقطه النهارده في مباراه كره السله. بكره انتظرونا ان شاء الله في مباراه اخرى ولكن كره السله رجال الاهلي وسموحه الساعه 6 وينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعه 5. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى جوله جديده من جولات استوديو الافضل.